مطلوب في وقت ما انك تدخل معاك القطاع الخاص في مجالس الاداره وفي ملكيه الشركات. ما بقولكش يشتريها بالكامل، ولكن بقولك يخش معاك بنسبه ما. توسيع قاعدة فاحنا الملكية. بنبيع في برنامج طرح الشركات العامه، بنبيع في الربع الاخير من العام ده استقرينا على 5 شركات رابحه وموجوده في السوق، بنبيع منهم يعني من 20 الى 30 32% منهم، ده في قطاعات بحيث متنوعة يا فندم. في قطاعات متنوعة. وزي ما قلت لحضرتك أنا موجود وموجود في الإدارة، بس بدعو القطاع الخاص إن هو يشاركني ويشيل الشيلة. برضو مهم إن أنا زي ما قلت لحضرتك البيع ده أنا باخده علشان أقدر إن أنا أستثمر في قطاعات أخرى وفي شركات جديدة.